صلي ساف في الماس ألف شهور فيها والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم على سيدنا محمد في يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذا المجلس المبارك مع هذا الأسبوع الدعوي الثاني حول المسجد الأقصى المبارك، وإن شاء الله مع المحاضرة أخرى مع شيخنا الكريم نصافي، ومن فينا لا يعرفه وهو معروف وداعي رشيد، نسأل الله عز وجل له القبول. آمين. وبسدد خطاه في هذه المحاضرة إن شاء الله. هذه المحاضرة بعنوان المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية في قلوب الجزائريين، وهي حقيقة في قلوب جميع المسلمين. إن شاء الله نتابع الشيخ في هذه اللحظات، وإن شاء الله نستفيد معه بإذن الله تبارك وتعالى. فليتفضل ونرحب به ونقول له جزاك سهلا ومرحبا بين إخوانك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين، نشكر وفين غيصار إملا يغين ودسين الصلاة غفن في الطهر دي صلب الأخبار أكني في جو مروحنين أرب افتحر البصار دي يغسل خطار في كتكاني المعين أي حنين يا جبار قيل من عثار فجعل دارك الصالحين إني ثمين المؤمن تزورا وندير السلام ربي في الاول سلمحب احلاون كسي دير الاول ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اولا جزي ربي الخير شيخنا على هذه الدعوه المباركه وعلى هذا النشاط. كي يقول حال يعني الجوامع عندنا غير قد عمر نسوا ولا ربي العمر المحاضرات العمر الدين يقول الحليث مثلا نشاطات كميه الجوامع كمل العمر نسوا اشتا كي يقول حال كنو يظن كل الجزائر بس الخير غف غيمي تاكي غف القدر اختف كم باش اللي قيمي وناك يسمح سس يفكيك القدر ان شاء الله ونفكر بالقدر ان شاء الله ونفكر بالخير وانتي خير ونفكر بالسر اللي سر تلا بان سر كون يجعل ربي ان شاء الله تخدم وتفرحم كون يجعل ربي قل خير تقطم قشرة النجوم ان شاء الله. يعني مثلا ذي الاسبوع كي ولكن يقارن النشاط يخدم الجامع ينول يسمح سيدي وثل القضية يكشد نغار الدين النظ يكشد نغار العقيدة النظ ذي القضية من المسجد الأقصى المبارك نغض القضية من أرض فلسطين. لعله المشيخ قعدنا أكيد أنه بيند وسمكساند وسفهمند نشو ذا زال من القدس نغض المسجد الأقصى قدين النظ ممكن يبالك ذا كمل كذا نكمل تمسليث وإن شاء الله هنسارم قربي سبحانه أغيف قرب الخير إن شاء الله وغيجع على ربيه الكلام يرد لك الكلام غير الحق نغار ولون غير الحق نغار ولون وديج على ربي ان شاء الله في غير ذاك مجلس مبارك ان شاء الله تغشانا فيه الرحمه وتحفون الملائكه وتتنزل علينا السكينه ويذكرون الله في من عندها ان شاء الله. ورسم كثيره في المسجد الاقصى مثلا يسعى مازال يسعى القيمه للعيب ذاك كاينين تقسيطني كتعود انت تحكم انت خاطي مثلا اشتي يكشم جهاد الكلمه يكشم صناعه الوعي اي مثل نبغى نغور نبغى الامه نخت تسوث او نيفو دو لا بونسي او نيفو دو لا كونسيونس اتصن العباد اللي فيهم انا راه تمثالين الدين الانسان على خاطر سي نورمال لوكسيدون يث مثلا اتس دي بونسي سي دي مليار دي مليار باش دي صنع لوبينيون انترناسيونال باش دي صنع فيكسيوين سوا شو ما يسلحوا الموند ونكون غير نسلم ايت مثلا يكرمها ربي سلعقل ويكرمها ربي سدين اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. النبي صلى الله عليه وسلم يقارد الحديث يقارد لا تكن امعا حضرت يلد الامعا الناس منه يا رسول الله الامعا يعني يسد العبد قال اذا احسن الناس احسن واذا افسد الناس افسد العبد ذيك تدونا كلي قرنك لي تدى الحمله ما ونع على العباد هذه ونع من عند العباد وين هذا الحق سيني وين هذا الحق من عند الغشيد وين هذا البطل سيني وين هذا البطل خاطئ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بل وطنوا انفسكم زرنا شو المعنى وطنوا انفسكم الوطن يسعى لي فرونتير يسعى لي حدود
المعنى السنفسي تكينك نغل عقلينك إلى قد يسعون أزال وتشجد العقلك وني عدنك يقنع سلحجة وني عدنك ديقرتي كتير أتشكد العزة غيمانيك. وطنوا أنفسكم إذا أحسن الناس فأحسنوا وإذا أفسد الناس فأصلحوا. أكيد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكون القضية كن القدس مثلا قديمة غتيد نحيهم وقلقنا الطرف لسا على طول العام ماشي كان المناسبة هيك لكن تري قد الحال أن مثلا يكثر في اللس لأنه حديث ساعة غيث مثلا حديث ساعة غيقلان يقود الحال أن يغلو لها النغواص أي غانت مثلا يدغى في القدس في أرض فلسطين أولا غيث مثلا لأنه ذي القضية يغشد نغار الدين النار يغشد نغار العقيدة النار يغشد نغار ربي سبحانه وين يقف غندي نغونت مسلاي غا في القدس نغونت مسلاي غا في الأقصى يبغى يغنتو غا ربي وهيهات هيهات أن ننسى كتاب الله القدس ذي الآية غا ربي وشي دينا ربي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سلمك رحلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم يويث ربي سبحانه سلبوراق قمكة غار المسجد الأقصى نشو قدران قل المسجد الأقصى مثلا قل وقت النير إلى تحت حكم الروم إلى يغلق وليش منك تمرار داخل النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمي قل حق غار ذي يتعجب يفثي تشور ذي الغشية يفثي تشور ذي العباد دي مذنا انتقل عادة يدس قريح ليك الإسراء والمعراج يسقسي سيدنا جبريل ذا انتغي ذا رفيقي سنتغي ذا تبيينا ذا شيك تولي ذا شو تثا ذا شو تثا يقضي في الغشينيس من هوثن يا جبريل زرم ذا شو سينايه مثلا إنس يا محمد العيب ذا يتولي ذكا هم الأنبياء والمرسلون الأنبياء والمرسلين انزلتني ضربي سبحانه يجمعيثني ذا المسجد الأقصى باش استقبلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف مقرن مثلا الشرف مقرن يجمع صدر ربي الانبياء قولي ذا في المسجد الاقصى وسمثني دي جمع كرم الظلن اين وير ظلن يسن انا وين شرف ذي ام الانبياء والمرسلين يكر سيدنا جبريل نيسي سيدنا رسول الله قدم ظل يسن سي بوسيس نقر امام الانبياء نغ امام المرسلين يزورس الانبياء شو المعنى واش ذا؟ المعنى الأنبياء كامل حمل الناس لملايكين الدين سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الديني قال الفالابل قال وقتها كنا إلى عبد الغنى ذي السلش ذا الدين الإسلام. ربي قرد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المعنى الأنبياء كامل يطفرت تدقين تبرت لا إله إلا الله مخالفة الشرائع. لكن اجمعي ثنيون الديني مثلا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم انت امام الانبياء والمرسلين يزولي السن ديني مثلا اجمع اصدر بالانبياء والسن يقولي السماوات السبع يعني مقام رحلة المعراج يعني عرج به الى السماوات العلا المعنى المسجدني يسعى نزلي مثلا يسعى القيمة قدين نغل كنية المسجد الأقصى يتوسمى أولى القبلتين زرم شو المعنس أقبل كويثان الزال غير الكعبة شريفة ترى العذي كرنا ذي الزال مريس تقبل غير القبلة ذي الكعبة ذي المكة المكرمة والصحر الزال في نس أقبل اندي لاني تزالني ينسلمان زالن غير المسجد الأقصى ومن بعدك ربي سبحانه يديس قلب غير يسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلني تمني أتقول القبلين صغر مكيرات سيبورسيس قال أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين المعنى القيمة يناس ذي القبلة غيث مثلا اللي كان يقول القبلة قارد الشيخ ابن باديس رحمة الله عليه بشدني يعني الزن الأقصى غريد زيريا إنيك ونغية إنيك الزن المكة ذي المدينة ذي المسجد الأقصى كيف غرب سبحانه يعني قلقدر ذي المكان ذي القداسة إني كون غي فرقا غير المسجد الأقصى نغم كذا المدينة غي فهما غي الدينيس وغي فكرة زالي الدين وغي عظم غي نقع عظم ربي نكون غي يثمثن دي مسلمين لا نقار لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى ذي القبلان دي سناث
النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى المبارك. ثلاثة الجوامع يقود الحال العبد ذي السفر غورسنت أثنت يقصد بشكل ذي الظالم بنية أنه الجامع نبي ساعة سوى أكثر الجوامع النظم نكوني ثورة ذيق الجوامع نفقيث أريد جوزارك شاء تحضر تقصد الجامع بالذات الجامع فلان مثل الجامع لأو عمريم باسكو دينا يسعى الأجر الظالي أكثر خاطئ الجوامع كيف كيف وليش الجامع يخالف نوايض ميلان ثلاثة الجوامع ماشي كيف كيف أولا المسجد الحرام أن يود الكعبة مسجد يعني مكة المكرمة الأجر نتظلي في دينا غيث مثلا شحال 100,000 صلاة تظلي ثار الظل الدينا غزل مكة تغلفيت 100,000 تكوان المسجد ويسين المسجد النبوي أشحال يث مثلا تظلي في سي تغلب تظلي في الجوامع نظل 50,000 صلاة يعني تغلبيت 5,000 تكوان ومع الوادي سنة طوز يوم كاتيجوري المسجد الأقصى المبارك وزيك أيث مثلا مد المسلي غفي الجدود لنا يمزور لنا أزالي في المسجد الأقصى وتفرقنا لغيرس مكة المدينة الحجاج دي شفان يمغارن يكس عن 98 سنة سقسمتنا وندحكون زيك اسمع روحنا الحج الحج عندك تمقى يتمقى قمكة الأركان الحج قمكة نغل عمره مسمري كفون قمكان دي تروحون تروحون غال مدينة داشي تزورون زورون داز كان النبي صلى الله عليه وسلم زورون تزورون يعني البقيع دي مظلني مسلما زورون دي مذقان دي ظران الغزوات سينا كين زرم دي تروحون تروحون غال المسجد الأقصى فلسطين وقبل دخول غال الجزائر أضوحنا فلسطين أضوحنا المسجد الأقصى سمككنا دخولنا غال الجزائر لزاد القيمة ذا القدر يكسع المسجد الأقصى المبارك ويث مثلا المؤمنين المسجد الأقصى يتوحد لبليزيور فوا أحرر مزبرون نديد يتوحر المسجد الأقصى المبارك بزمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويلاق العادة إن سيدنا عمر اسمه غد حرنا ككر القاعة وغيت روح راسي منيس وإنما لاني يعني وذيك تشيع لكن اسمي دي حر المسجد الأقصى طلب انتد سيمانيس لنا استيسورا اثن تنفك يا عمر بن الخطاب نثنيك في كتاب ثنسان سعانا كيك نقارن المواصفات نلعب ذي يغيوين تيسورا سيدنا عمر يسي ديبلاسي يعني كثمرة الحجاز امذ المسجد الاقصى يدم تيسورا للمسجد الاقصى يخدم العهد العمرية يخمسين كرا القوانين يضمن ديكس الحقوق النصارى لكريتيان لكنائس السنو كذا يعني قل وقت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إذا الوقت المسجد الأقصى يقول يتوحتل الرومان يثمثل يتوحتل يتود الناس يتوس درم التحرير والسيناء يثمثل من ميديوسا يسدق الزمان أن يوني مقارن صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي ذا قصيت اسم قرص ستان كيرد يقويث العزة أنت نفسي ثيس نانا قوس ميقلا ذا مزيان جامي يصاد جامي زران تدي بتسمنا يصاد إنيس يكوز ميغارة ذا الصاد مادة من مسجد الأقصى مجيك فسيم سمني إلا نكوني ثلاث مثلنا تمزلن نقنتن سدر نسني خام ننسن دنسن المسجد الأقصى للعبادة ذي مسلمن قار لا إله إلا محمد رسول الله نيشوني فروا أمزون كرام يضرام لا يثمن دي فوس مرات تولي صورني القوتون زميرانك إذا صون زميرانك خطر ذي ثمثن غي ثمثن دفعا غف شرف الأمة دفعا غف الحرمة للمسجد الأقصى كذلك كان صلاح الدين أيوبي إنه يزميران ديص إن اسم دم المسجد الأقصى يتود الناس يعني هذا الهم مقران يجوهد يون جهد ذا مقران يثمثن أشحن السنة المختصر الحديث اسمي الحق قرنتز لي ديرني روتوش باش يدي حار المسجد الاقصى قلت المعركه ثم قرنتي مقام معركه حطين يصعب اسم الله مغيث مثلا وفن اغبل ضم قرن وفن دي ديفيكولتي تي قرني وحوجنا الرونفور وحوجنا العباد رسني في كنفوذ اسني في كن القوه اندر دي سوليث مثلا لا العباد المعلومه كي سننت لا نودو تي سينا
بتتر أثن توي الدهشة اسمه رزن ديني غانسليك يسول دغار في قايث يسول دغار في قايث قف قايث أنو يقلنق الوقتنا إليون العالم مقر مليح عالم رباني قانس أبو مدين شعيب الغوث ويقانس قلوقني شيخو بجاية يلولك إشبيليا قلسبان يهجر دغال مروك يزجر دغال زير ذي قف قايثك خمتة مسنية قف قايثك صغاري سعى الطلبة قف قايثك زوج قف قايثك سعى الدغية سوى الناس شيخو بجاية يون الشيخ سعى القدر ذا مقرانيث مثلا مش شوي خاطي ينزيك ماشي شوي خاطني كان يغار القرآن ويقيم قل جمعيس خاطئ ذي مجوهد في سبيل الله اسمي دي سوى صلاح دين ايوبيا يكر سيدنا شو ابو مدين شعيب الغوث يجمع عند الغشيه قف قايث اقدم القنيق دي الزين يجمع دلولو فن العباد رحنا جاهدا في سبيل الله المسجد الاقصى اقول لك في كنس من القوه في كنس نفوذ القران يعني كني قال سويني درنا عند القوه سيسك حرر ربي سبحانه المسجد الاقصى المبارك يقول دغري فسني مسلم وسيدنا ابو مدين شعيب الغوث يتوغز مفوسيس إغيلس يتوغز مدينة يتوغز الله كون مدينة مفوسيس أسميت كيف القريث مثل المسجد الأقصي قل الضغة فسيم سلمان يكر سيدنا صلاح الدين الأيوبي الذي فرق كني قال لقواء عندنا أنت فرق غفيم جوهد يكرم القان يكس عن لفالور يكس عن الزال يقرب نغا المسجد الأقصى يزدي الزين يفكثنا إذا ديوسان سيف قايث المغاربة ديوسان أبو مدين شعيب الغوث إذا كايسن لي ميور تير كرن عباد غيك العمين لأن سامي كويدك وساند سيهين فكذا سن لي ميور تير في جيران كونيا يعني سن عباد يتسكلف لسن أزكى ما يقول دو عذاو إذن اثنين كرن دي مزورا غد حارما أكينا نجدون نعيث مثلا أكينا القبائل مزورا سعان الأنفة مدين سعان العزة مدين حرم دي المقدسات نكون غادي تصاوب التيرون 2023 اذكر العباده تسمسلين سيسم القبائل وتسمسلين سيسم القبائل اقل اقلغ لاسرائيل اقلغ الصهاينه والعياذ بالله اسو بوين يعني الحق مي لكن الحمد لله الغاشيه اي سون كونسيون الحمد لله مازال الخير مازال لا كونسيونس مازال العقل مازال الايمان غاس اذكر العباده بغينا اغمثل لكن غتمثلنا غير مثلا نكون غير تمثلنا ديننا غير تمثلنا للعقيده نا لكن ينومس القضية كذلك القضية يشد غار الدين النار الدين النار دين الإسلام أكرا يثمثني لن يمزور النار فكان الزال فكان القيمة فكان القدر للمسجد الأقصى المبارك ولنق الوقت نغا يثمثن حكونا غد الجوذ النار أصافي بالونطون تشيع عن الزيث الزيث سياكي كثمث القبائل تشيع عن غار المسجد الأقصى لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفكدك قيل الحديث كما ورد في الأثر أنه العذيك الزمرني لحظي زال دينا إلها حتى تشد إليه حالك الدنيا إن يكون رزميرنا على الأقل هذا الشيء عزيث أكد قلنا هذا الشعلين تفتيلين لنقل المسجد الأقصى المبارك أكيد القدر للمكانة ذو الزل إذا كان يمزورنا للمسجد الأقصى المبارك وقت الأذن شيء Thank you.
لا إله إلا الله لا شريك له. هنا غدا المؤمنين المسجد الاقصى المبارك نسمسلي دغ فلاس خاطر تسمسل تيشد نغار الدين لنا ونقرت كذلك ذف مثل نغيث مثل نكوني الدين لنا يسد غادي يجمع هذه زديغ العباد نديق لا غي مسلم يقر لا اله الا الله محمد رسول الله غادي يجمعك غاست مخالف كثوت ليث مخالف انجليز اوريجين مخالف كثموره مشو كان في الحقيقه ان ربي انما المؤمنون اخوه ذات مثلا كم لين لغيث مثلا ويقارد النبي محمد صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره ام سلم ذات مثلا ويقارد مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر يعني الإمسلم في الحقيقة إلى قد معونا إلى قد محسون قوية غسم ونكون غسم ردن سمسلي غف إمجاهدا إقرف عن أقروي الأمة إغي شرفا أن سمسلي ديث مثلا غف سمسلي تسعى غزل لم قرنيه مثلا إلى قد ننتبه إلى قد نوي الخبر إلى قد نجل عقول النغض أثرا في الأسليميديا أوكسيدون طويت مثلا إقل لما دبيهم لكون يغون فهم غل القضية لنا وتصل عباد ديفون تستفيد من الزلة نيذنا لكن ديفون سمرد قال كانت مسلين والله العظيم وزن انتي دورها حتى انت كان الامور يعني سا سيفوا بلي لي ميديا الاعلام انسان ياثر فريمون ياثر ذيك الغيو تاثير ضم القران سا فو دير كي كيدني الجهاد الكلمه صناعه الوعي بشكل نحيو القضيه كي وتيد نستفهم وان ربي في لاس الدغيانا الجهاد القراني مثلا وان كان المطلوب فلان اكثر مي لكن على الاقل القضيه كي لقيت نفهم انا فهم بلي القضيه الدين القضيه العقيده غير مثلا القضيه العقيده يا مسلمان نعم اسم القضيه العقيده لذلك ايها المؤمنون عباد الله كنا سمعنا نتواليا الحال نغزة ثريث مثلا الى قطع المثل مثلا نون دفع عن غف المسجد الاقصى المبارك دفع عن غف القبلي مسلمان دفع عن غف الحرمي مسلمان وربي سبحانه غفني نصر ربي سبحانه وتعالى ينصر العباديس والبشارة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم العبادك استقوث الهضور ودقينار الخبر غف الدين السن يقرد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلا ما يصيبهم من لأواء وهم على ذلك قالوا أين هم يا رسول الله قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن دغسك سوالي من الأمية كي تنقروا ديال الأمم أكيد ينقل حدي النظام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل أدياس الوقت إن يسل الجنس كاملة ونزينة وكن حقرا والسزني ذا من نوان وذن غنف مثل نوان وذن غنغرش مزين ولا شو نغدي هذا إلى الحال لا ولا شيء لين ينسوا ليه ولا شرقز قل موند ولا شدوا لا غدي هذا يعني الكلام يقلن يعني كي قنص القدر ينس القوة ينس ولاش إن يسل النبي صلى الله عليه وسلم أدياس الوقت كلا تعيش أو نزينة كني تزينة كن غفر بوث نسكسون كيف كيف ناس يا رسول الله ناس الصحابة اسمع غير دروس ولا كما يسك دروس يذنا ما حقا ايس خاطئ بل انتم كثير اتعدى ما مليار اذكون ويذ لا ماجوريتي ديال الموند وكنا ونزين وكنا حقرا ناس وشو يا رسول الله يعني اطاس يذنا وكنا حقرا يعني سدي الحق الوقت تهلك ولا وننون اتحب من الدنيا وتكره من الموت اتخدمي الدنيا وتجم الاخر يعني تعيش لها الأمة ضعيفة
الأمة غض سعيش راجي مثلا ويقارب النبي صلى الله عليه وسلم غسكن قضعف النير ما زال يفطائف قلوم مينو إنيس النبي صلى الله عليه وسلم يفكد الخصائص ينس الصفات ينس ذا شوثن على الدين ظاهرين الدين غف الحق اطفن قد الدين دفعا في المقدسات دفعا غف شرف الأمة انويز دي الزين لي فورس مونديال لك وزين زين اذ ماريكان عينانيا ماريكان تفغدا لعيبك نقارن سل السلاح سل القوة سل الجيش سل البوبر كل شيء ماريكان لقنيز دي فرنسا دي الموند داك الزياسة لكن ادعى للدين ظهر لعدوهم قاهرين اتغلب ذلك شيء القوة الاستخباراتية الإسرائيلية أكبر نظام استخباراتي في العالم ذو الاثنين اللي راه داري ساعة اللي كاميرا تصير وين ساعة الحشر بيك زران دشفت وكني لو 7 اكتوبر مثلا صدمنا سنقول في يسن قول في يسن نسنك الشمال ان غالي شحال ديك السن وين دا شحال الاسرى ثوريت مثلا عدى 200 شو شو ماشي ضرب ربي سبحانه الاثنين صار ماشي ضرب ربي سبحانه كاع من الناس ارثوا الخبراء العالميين مثلا لي سبيسياليست كلي كاراكويت وسوفينا ليكسبليكاسيون ا سوجو ربي سبحانه مثلا لعدوهم قاهرين قهرنا عذاب الانسان اثناء 25 يوم زيناسا ارثورا وزميرنا غزي كسف نخف اي بورتو سمير نسمس لي غف غزا للعيبة سماجينيين داك اللي قان الدولة غا كي قان زرم دا شوت غزا ازلت مدينة نفقايث نقطة الى الصدر ازلت مدينة ماشي لاوين تم مدينة نفقايث وارض المكشوفة وسعي لشجر الاحجر وسعري ذورا سعى البحر مي لكن ربي غير صغيثا على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم تعرف كيف مثل أتصيك خذلا فلسطين أتصيك سمحين المقدسات نسم أتصيك زنزن أيث مثلا وديس الوقت الدفين انت الأمور عينانيا أتصيك زنزن القضية كان القدس خطر ما يمكنه تزني زنارا إلى قجام يعني إسرائيل تسعو الكورة جات خمكة قراو النغوث مثلا المقدسات النغ لكن للأسف وأسفاه تصيق زنزن إن لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك الصحابة اسمي السلام تمسليتك تشوق نظرا من هو ثنويك يا رسول الله أني ذثم أسرد فغن قمكان أغل مدينة أسرد فغن عبادة يعني إقنصر ربي سبحانه يعني سنثنى ذق القدس ذويني دي الزيني القدس ذويني تولي ثغى الوقت نغيث مثل ذي مجوى هذه قرفعان أقرين الأمة جاهدني المقدساتنا حفظني يعني الشرف للأمة يكي ما زال الخريف مثل الأمة وثنتورا لوبينيو انترناسيونال في النقلة اللي زرائي تخدم تولي موية دي بونسيين مليار دي بونسيين للحرب الإعلامية أشحال باش تصنع لوبينيو كونكرويذ الإرهاب ويسيدي تيروريس ويحبني ذمن وينغاني الأسرى ويجزمني قرية ورشي مزيانة مي زرفي سيدي مليار دي بونسيين من الموند يوحيد العباد ترافقا ترافقنا ذي الجناس العباد كماريكان تفغند ليماش كليكنيز تفغند كفرنسا تفغند كسمورا الموند كامل تفغند العباد وسعينا لكل علاقة في الدين ماشي كان دين سلمي دي سوان اتفغندو لذي الجويف اتامنا من تاقيا خطريت مثل كل اسم ريد نسمسي غاف القضية الفو فير ديفيرانس انتر لي جويف الي سيونيست الفرق بين اليهود والصهاينة الصهاينة يثمثل الفكرة السياسية تجمع بزاف الأطياف الهدف السنة استأصلنا كي مسلمين المقدستين النظر أصدر من المسجد الأقصى وين الأبجيكتيف نسن قل عقيدة نسن قل تلموذ قل كتب نسن نثني غرس قنع نسعان القنعة نثني ذي العيبات الغش نظر كم ذي الحيوانات لا تتعجبوا أنه رئيس الوزراء نسن مثل ذي القراء يعني يسنوي ثسن زماما تريسيتي ذي القاز وثن النظر باسكو حيوانات بشريه كيف ندينا واش تاكين الساعه نو ريفيرونس داك لاس كلي لي فرنسن او من نسيس العقيده بلي نثني ذي العباد نكوني ماشي العباد ديالنا مي لكن ربي سبحانه وتعالى صغيتنا مثلا لكن الواجب غير في الامه الواجب نغم زوارو غير مثلا واجب الحكومه والدول تي مغي مسلم غوص الواجب ضم القران نصر الامه يك نصر القضيه كل من الاقصى في سنه الواجب يث مثلا الواجب نكوني المساهمة اللعب ذيك زمر الذي سامس المال سيدي ريمان هذه سلحق يوث مثنيس ذي الوجب اللي سيث مثل والحمد لله لانت الجمعيات اكجمعا اكتوين تلحقن صدقة سنغل المسجد الأقصى المبارك
سنين دي ثلاثة الوجب نغنكون يغدن الصناع الواعق المجتمع عدن وعي الغشية عدن السفهم سور لي ريزو سوسيو يتغيض الحالي يثمثل أثمثل وتمزل يخامن سن درمن كل ما زال عيبا ذا شتحنك تيك توك يثمثل ما زال عيبا شتحنك تيك توك سوجو شغل مزون داين قوغن ولا ولا نغمشي العيبا ذي لا لا إله إلا الله محمد رسول الله أغي سقسي ربي يوم القيامة يثمثل وقفوهم إنهم مسؤولون أغي سقسي ربي غفويني نخدم غفويني نسعيش ما ننصر القضية كين الدين نغو تننصر ربي غتي ننصر لكن كل شيء نخدم الواجب نغي الدريا نغي تنسلم نكسعي غاقشيش طلغكين يستحبي غماريكا غيض وحضا غماريكا كما كهدر ذي ما سهما سنيش ماريكا زنتي ماريكا الماريكا نفني قعاونا لإزرائيل باش نغال أثماثني ذو غيشة كم كتيقة يولا لي فوتو يعني يتعجب يعني بغا دينيه الواجب نغداني انا غث نسلم هذه القضية كي غث نسعلم غث نسفهم وتسلال العيبة ذاك نقان سلي ميديا سلي غيزو سوسيو أسني غير تكثيوين لاشي كي قوينا تهدر فلسطين وذا كين دا عرب نكون ذي القضايل وذا كين نذق المواية نوريون كنا قلق لأفريك لاشي غي قوين غوصن لاشي تني قوين ذي نوثن لاثني غزن دغن قاطي مثل تين ذي القعانسن دفع الغف القعانسن لي جوي فيك تعيش انجليز غايل توريك مثل وسن دكوث ان بو بارتو كلموند إن سون با دي زوريجينو لي زوريجينو تموت يمسل من ايث مثلا وتدافع عن غف المقدسات غف المسجد الاقصى المبارك يقعز ربي يقدس ربي يكفك ربي غزال يعني ايش مثلا هي بعض الكلمات كان يبغي ديني ينكي غي وثمثني وسف شي تسيس نسم شي غف لا فالور المسجد الاقصى واقل شيء اقل شيء اقل شيء اكزم غادي يقبل عبد الدعاء اي سي لو ديرني سوسي كني قال من صوضا من زميره سندعو خلاص يقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم خلاص نكون نسعى الدين نسعى النبي يقال وين يقول رغبل وثمثني سيم سلما وسنيد عرس الخير وإلا غادي نسلم نكون إذا ثمثنا أسند عرس الخير القضية كي غتن ننشر أنصنع الوعي للمجتمع أنخذ مين الزمر وذي نصر بالمؤمن إن شاء الله وذي نصر بالمجاهد إن شاء الله وغيقر ربي أن نغن ولنك المسجد الأقصى يقول غير فسي مسلم وهذا نصر الله وما ذلك على الله بعزيز ربي ما يضغى يخدم الشغل يصر ربي سبحانه وتعالى كل شيء مثلا ديك فسي كفل وقت الشيخ الشيخ يعطيكم صحة بارك الله فيك الشيخ في الدعوة الكريمة ونجازي ربي سلخي غفلق ذي شكك الدنيا في زوارة إن شاء الله هذه النغنو وذي النكمل وذي كمل نشاط الجماعي إن شاء الله من نشاط لآخر إن شاء الله إيث مثنه غندعوث إني ثمين إن شاء الله سبحانه وتعالى إيث زوران الدين أذي عين ربي المجاهدين في غزة العزة أسنفك ربي غفوت أسنفك ربي القوة أسنفك ربي الشجاعة أسنفك ربي الأقدر أذي سدد ربي غمي ينسى إن شاء الله أذي سدد ربي غمي ينسى إن شاء الله أذي صوب ربي غمي ينسى إن شاء الله واثنين صربي غفي عذون سني عذون الأمة أندعوث ويدي مثني غرسنا ثني تقبل ربيك شهداء إن شاء الله وذيك جرحني يا رسنا ثني ذوي ربي سبحانه وذيك فقرني يا رسنا ثني غنو ربي سبحانه وزن دي عوض ربي إن شاء الله الفرح سوى شغلتون لحزنك إن شاء الله المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين أندع ربي سبحانه وذي حر ربي سبحانه أثي دي ربي غرفو سيم سلمان أثي سزدك ربي من دنس اليهود الغاصبين وغي جعل ربي إن شاء الله قوي ذري الظل ندينا تظلي في هذا المسجد المبارك إن شاء الله أدي حيو ربي لأميك إن شاء الله أدي حيو ربي الوعي ذي قولون أدي حيو ربي الضمائر أغي ولها ربي غن فهم الديننا أغي جعل ربي قوي ذري نصر للدين سن أغي سخدم ربي لخدمة الدين وغي بعد ربي فلان غي مشمني إن شاء الله وذي خون القضية لأميك كتي خذلل أثني ديه ضربي إن شاء الله أثني بالصر بالضمائر سن أذي الدين ربي غل نسن وغيت تفرب فوس يا ربي ذي فوس ان شاء الله اي ثلاث ماكل مثلا ذاك وني فكر بالخير وانت خير او ني فكر بالسر اللي سرت لا بنسى كون يجعل ربي ان شاء الله تخدم ما تفرحهم او كون يجعل ربي الخير تقطم قشرات النجوم ان شاء الله وني قال لك الحاجه غنسقوا ربي وني قال اسعى طلبه غادي الى ربي يدس وني قال لك الخير صدير مع ربي وني غير سعينا غير صدير رزق ربي وني غير سعينا غير الدغيا غادي يدير غير ربي سبحانه وني سعى الدغيا اسي حرز ربي اين يكسع ان شاء الله اي ثمثني لي ثمين اغي تفرب فوس يا ربي ذي فوس أغي جعل ربي الخير نقطوك شر من الجو أولا غريفة سنرق القلة وغديه قربي قبل الخاص إن شاء الله أغي جعل ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.